إذا احتاجت الأمر للدخول إلى موصل نحن إذا شفنا الضرورة ما عندنا منع. هذا إلى ذاك الوقت لازم أهالي الموصل يقدرون أنه تحت باب الضرورة نحن دخلنا إلى موصل مو رغبة منا. هاي واحد. ثانيا مشاركة الحشد الشعبي، هذه احنا ما عندنا أي ما اعتراض على مشاركتهم في المعارك تحرير الموصل، في معركة تحرير الموصل، لكن هم لا يشاركون في المعركة عن أي ما يتقدمون في من مناطق اللي تتواجد فيها البيشمركة، وإنما هم يتقدمون من أطراف جنوب موصل والمنطقة الغربية، فما ما من منطقتنا لا ما يتقدمون. اي منطقتنا تقريبا محصور على البيشمركه والجيش العراقي والحشد الوطني اللي موجود مال جماعه الموصل اللي موجودين هم في باشيقه، هم يتقدمون ويانا يعني. صهلنينا ونحن نحررها ونسلمها لاهالي المنطقه، نحن نسلمها لمناطق اهالي المنطقه، لاهالي المنطقه. مثلا المسيحيين يستلمون مال قراهم والاخرين يستلمون قراهم، ما عندنا مانع بالنسبه لهذه. فعندنا ما عندنا اي طمع في سهل نينوى ما عدا في مناطق الكرديه التي نحن نسميها مناطق المتنازع عليها خاضعه للماده 140، هذه تكون من حقنا ان نحتفظ بها. مو بعيد يعني القيام الناس والعشائر اللي موجودين بداخل الموصل مثل ما قاموا به في القياره وفي في شرقات، وهذه وقاموا بالواجب، وحقيقة هم قدروا يطلعون الدواعش في منطقة مناطقهم، فممكن هذا كلش جاي قريب يعني مو بعيد، لكن التوقع خلينا نقول هم ما يقومون بهذه. نحن علينا أن نحرر مدينة الموصل، نحن الجيش العراقي قصدي والبيشمركة والناس اللي مشاركين في القتال. ففي هذه الحالة يطول تقريبا برأيي يطول، لأن الدواعش بالأخص في المنطقة اليمن أيمن دا يقاتلونهم، دا جاهزين حالهم محضرين حالهم للقتال. مو بعد مو بعد، لان داعش يرتكب كل انواع الجرائم، ما عنده مانع في اي لحظه تنفجر الجسور او البيوت او الناس اللي موجودين هنا يقتلهم ويتركهم. يعني داعش عندها المسائل. التعاون ممتاز حقيقه بشكل جيد ممتاز بيننا وبين التحالف الدولي وبالاخص الطيران في اجواء المعركه، يعني حقيقه هم يشاركون بشكل جيد. والان هم بداوا بقصف القرى او المناطق اللي تتواجد فيها دواعش يوميا، وفي نفس الوقت عندهم تعاون كلش جيد مع الجيش العراقي، تعاون ممتاز معه مع الجيش العراقي، بده يحضروا لهم معسكرات هنا، بده يبنوا لهم المعسكرات والمسائل وهذه حتى هم يشاركون في القتال. يعني برأيي وقناعتي ان التحالف التعاون بيننا وبين التحالف تعاون جيد وممتاز. هل سيكون هناك مشاركه لطائرات جديده كاباتشي؟ انا ما بعرف، اباتشي ممكن، اباتشي لا تجي كثير من المرات يخابرونا من طرف الحلفاء انه الطائرات الاباتشي راح تجي للجبهه وتفطر في المنطقه. فاحنا عندنا علم بهذا وتجي، يعني تقريبا صار اكثر من 3 أسابيع 4 أسابيع تجي استطلاعات، يسوي الاستطلاعات وترجع. هل سيكون هناك مشاركه طيران جيش في هذه المحاور، طيران الجيش العراقي؟ ممكن، هذه ممكن بالتاكيد. طيران الجيش العراقي لازم يشاركون في المعارك مع طيران الحلفاء، لازم يشاركون. احنا عندنا تنسيق ممتاز مع هذه المناطق، وفي نفس الوقت الجيش العراقي موجود في منطقة سد موصل، فبالتنسيق راح تكون الهجوم بالتنسيق بين الطرفين والبيشمركة نحن والمحاور الأخرى. لا تكون هناك اتفاق، لا تصور، لا تصور تكون هجوم كاسح وهجوم لعمق المنطقة، تكون هجوم للمشي إلى عمق المنطقة.